مش قادر اقوم عشان يا رئيس ده تقدمتك والله العظيم جاء عليا اليوم اللي هقدمك جاء عليا اليوم اللي هقدمك عايز ايه عصير هات كده يا عم يلا بقى ما تيجي بقى خلصنا عايزين نبتدي يخرب بيت قطفك لا مش هينفع كده انا كاجوال بص كاجوال كلام كتير كاجوال يخرب بيت شرابك ايه عايز شويه شاي كده بنعناع جاي قهوه يا عم ده روشنا كلنا والله نجرب المايك الوايرلس هات يا عصام اهو الهبل حياة ده حاسب السلك بص الهبل اهو ده الهبل فاكر دي كنت بتعمل لي بيها ايه؟ فاكر لا انت اللي انت عملته ده هتبوظ الحلقه انا بحب ليه؟ ابشرك ليه الهرتله واللطافه اللي انت عملتها انا عملت لك البتاع اللي انت دي. مش كنت كهربت لي اليوم مش كنت بتعمل لي بيها انت مستشور شنبك يلا انا مستشور شنبي اصل المفروض احمد وحياه الموسى اوعى تقول الحلقه خلصت اوعى لا خلصت هزعل والله العظيم جدا خلصت والله انا مستمتع بقعده معاك يعني انا مش مستمتع بجد عشان كده لازم انهي يبقى انت مضطر تخلص الحلقه انا مضطر اخلص الحلقه عشان عندي شغل يعني انت عندك شغل يعني عندي الاستاذ هنيدي بعد كده وعندي اساتذه كبار راسي. يعني على راسي يا بيه عندي اساتذه كبار جاي طبعا ده اساتذتي امامي كلهم ربنا انت بتتريق على الاستاذ هنيدي انا بتريقش بقول لك عندي الاستاذ هنيدي جاي بعد كده مش معقول اقعده لغايه اما حضرتك طبعاً. عايز تقعد بقى لا يعني ونغني لا انا بقول لك انا سعيد فرحان والله والله العظيم ابوس ايدك ما تقفلش الحلقه انا فرحان في نهايه الحلقه قبل ما نقفل سؤالنا التقليدي دماغك فيها ايه شعر فيها عسل طب ما هو شعر هو والله ادمان الدماغ من جوه فيها مخ فيها مخ يا جمجمه مضطر انهي الحلقه بسرعة. لا الدماغ خلاص لا والله يا خلاص الدماغ فيها ايه فيها حب كبير للناس بحب الناس جدا وفيها تفاؤل وفيها دعاء لربنا ان ربنا يكرمني ويكرمك ويكرم الجميع يا رب يا رب بحاجه النبي في مشكلة اجتماعية طالما ان الحلقة عجبانة مش عايز تمشي في مشكلة اجتماعية عندي؟ مشكلة اجتماعية عندنا احنا واحنا بنقولها لك وبنعرف دماغك فيها تفكر فيها ازاي عندك ولا عند أسرة البرنامج؟ مشكلة بتجيلنا للبرنامج من عند حد طبعا. وبنعرضها عليك وناخد رأيك اتفضل صديق ليا اتصل وقال ان عنده بنت في الجامعة تمام فوج بيها انها حامل تمام عرف انها متجوزة الله اسمح لاني الحلقة أستاذ نبيل هقول سؤال للمشاهدين في المنازل عشان أخلص من الحلقة دي سؤال المشاهدين طب ممكن أنا أقول سؤال المفروض كان الأستاذ رامز هو اللي يقول والله لا ما تضايقنيش بقى لا والله لا أقول أنا لا لا عشان اللي حصل ده لا عشان اللي حصل ده ما ينفعش أنا اللي هقول سؤال المشاهدين ما تضايقنيش بقى ده رزق يا أخي استنى طيب حدود ما تجاوبش ما تقول السؤال بس اللي تحت ده الكاميرا بتاعتك سؤال المشاهدين من صاحب رسالة الغفران نزل انت مداري وشك سؤال المشاهدين من صاحب رسالة الغفران الاختيار الاول الجاحظ الاختيار الثاني ابو العلاء المعري الاختيار الثالث عمر الخيام اقول الاجابة لا انا اللي حاولت تمام الاجابة هي أعزائي المشاهدين سعدنا جدا بالفنان رامز جلال وأوعدكم إن أنا مش هجيبه تاني في أي برنامج لا أنا اللي بقدمه ولا أي مذيعين هريحكم منه شوية ليه كده يا عم؟ نظرا للفرقعة والحاجات اللي اتعملت دي أنا سعدت جدا حبيبي طلعت ربنا يخليك
انا سعدت جدا بيك يا استاذ رامز. وانا فرحان جدا وانت شرفتني جدا النهارده. وانا سعيد جدا. سيبك من المقالب واللطافه اللي اتعملت دي حبيبي طبعا. بس انا بحبك وانت عارف ان كل الساده المشاهدين بيحبوك. بحب طلعت زكريا جدا وكفنان وكصديق وكذكريات لينا جامده مع بعض يعني. ربنا يخليك بما في الشقه المحروقه وكل حاجه. ده هيبقى موضوع حلقه تانية مع رامز جلال لانه عنده مواضيع كتير عايز. ممكن نعمل سؤال المشاهدين موضوع الشقه المحروقه. اعزائي المشاهدين استمتعت جدا بالفنان رامز جلال والى لقاء اخر ونجم اخر في حلقه جديده من برنامجكم الدماغ فيها ايه. والسلام عليكم ورحمه الله. خلاص كده بجد.